الناس اللي بترمي حيواناتهم في الشارع، الناس اللي مربية قطط ومربية كلاب ورموهم في الشارع. يا جماعة يا أهل الخير، سألنا الدكاترة وسألنا الناس كلها المتخصصين، قالوا لنا القطط والكلاب أو الحيوانات الأليفة اللي بنربيها في البيت ما بتنقلش العدوى. يا أهل الخير، الحيوانات اللي موجودة في الشارع كده كده عارفين بيتعاملوا ازاي، هم عارفين في الشارع بيتعاملوا ازاي، دي روح بتحس، دي روح وبتحس. الحيوانات الأليفة اللي متربية في البيت دي متربية حاجة يعني بأسلوب معين، لو نزلت الشارع بتتبهدل. طبعا أنا في ناس هتضحك على الكلام ده، ممكن تضحك على الكلام ده، لكن دي روح وبتتعذب وبتتألم، ما بيعرفوش ياكلوا وبيتبهدلوا. يعني حرام جبتهم ليه؟ شوف، لو أنت مش قد مسؤولية إن أنت تاخد روح عندك في البيت تربيها، ما تعملهاش من الأول أصلا. لأن أنت وانس ان انت خدت القط او الكلب او اي حيوان تربيه في بيتك، فخلاص انت بقيت مسؤول عنه، فاي حاجه هتحصل له انت اللي هتتحاسب عليها، ربنا هيحاسبك انت عليها. فانا نفسي الناس تفهم النقطه دي، لان حرام بجد الواحد بيشوف يعني صور ومشاهد وفيديوهات على السوشيال ميديا تقطع القلب بجد. يعني ففي بنوته اسمها ميرا جمال عملت حاجه ظريفه جدا، ابتدت تنزل الشارع، ابتدت تلم بعض الحيوانات اللي قدرت عليها، اللي طبعا بيبقى شكلهم باين، الحيوانات اللي متربيه في بيت بيبقى شكلها باين ان هي، بصوا يا جماعه بصوا بصوا المشاهد، ميرا خدتهم ودخلتهم البيت، طبعا باين عليهم ان هم كلاب، مش كلاب شوارع يعني، مش كلاب بلدي، باين عليهم ان هم اتسربوا في ازمه الكورونا دي. طيب انا معايا ميرا، يا ميرا بس، واهلا بيك واهلا بالبرنامج، والف شكر بجد على البرنامج ده. بنشكرك جدا يا ميرا على اللي انت بتعمليه، يعني انت تحملتي مسؤوليه ناس غيرك فرطوا في المسؤوليه بتاعتهم. ربنا يخلي حضرتك. هو والله بصي حضرتك، الوضع بقى غريب شويه، ان احنا دلوقتي ناس عماله بتتخلى عن كلابها وقططها بطريقه غير طبيعيه بسبب اشاعات وبسبب حاجات طالعه على السوشيال ميديا ان الكلاب والقطط بتجيب الكورونا. والكلام ده غير صحيح. غير صحيح. منظمه الصحه العالميه كلها اثبتت ان الكلام ده غير صحيح تماما. مظبوط مظبوط. يا نهار ابيض، انت عندك كل الكلاب دي؟ انا عندي اكثر من 160 كلب. 160 كلب؟ يا حضرتك اكثر من 160. يا نهار ابيض، 160 كلب عندك في البيت؟ ده مش في البيت، ده في الشيلتر في الجمعيه عندي. وحضرتك بنلمهم طول النهار، انا جايين النهارده كلاب جريفون برضو من اصحابها رامينها، في منهم اللي سائد عليه لانه ما بيعرفش يعيش في الشارع، في منها اللي متجوع لحد الموت لانه ما بيعرفش ياكل من الشارع. بجد حرام اللي بيحصل يا جماعه، دول يعني اعتمدوا عليكم في الحياه وربنا اوصى بيهم في كل كتبه، فانتوا ازاي بتعملوا فيهم كده؟ طيب يعني انا يعني انت، طب يعني عارفه تاكليهم وتشربيهم وكده؟ ده العدد ده كبير يا ميرا. انا عندي طبعا ثلاث عمال بيساعدوا في المكان، وعندي ناس بتيجي بتزورهم وبتتفاعل معاهم عشان ترجع لهم الثقه في البني ادمين تاني، لان هم طبعا طبعا. شكلك بتحبي الحيوانات يا ميرا قوي. انا بعشقها. انا بعشقها. ما دي بصوا عشان بس والنبي، عشان في ناس هتنتقدنا بس وبتتكلموا على الحيوانات، ما تشوفوا البني ادمين اللي مش لاقيين، والله بنتكلم على الكل، ولكن الانسانيه يا جماعه ما بتتجزأش، الانسانيه والرحمه ما بيتجزأوش، ودي كائنات وبتحس وروح يعني، فحرام حرام. غير كده ربنا اوصانا في كتبه العزيزه على الحيوانات، واوصى الانسان بالعمل، وقال لك العمل عباده، فما قالكش ان قال لك الانسان هو اللي بيعمل وبيعول الحيوان الاخر. وعندنا امثله كثيره جدا وايات كثيره في القران وفي الانجيل ان ربنا اوصانا، اوصى الانسان انه يعمل ويعول الحيوان. ميرا ميرا ميرا، احنا بنشكرك جدا على 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 العمل اللي بتعمليه ده، لان انا عارفه على فكره هو عمل قد ايه متعب، لان لما حد بيبقى بس مربي حيوان واحد بس كلب او قطه، هي مسؤوليه، تطعيمات واكل وشرب، كانك عندك طفل بالظبط. فانا فاهمه ان المسؤوليه دي مسؤوليه كبيره عليكي، فانت الصراحه يعني عملتي شغل جميل جدا، ربنا هيجازيكي عليه كل خير على فكره، لان هم دول روح وبيحسوا يا جماعه وبيتالموا. يا جماعه دول قوم زينا زيهم على فكره، بيحسوا وبيخلفوا وبيرضعوا وبياكلوا كل حاجه، وامهات وابهات، يعني الرحمه الانسانيه والرحمه ما بتتجزأش.
وبنقول تاني وهنعيد وهنزيد، القطط والكلاب ما بينقلوش مرض او فيروس كورونا، مش بينقلوا فيروس كورونا، ارجوكم بطلوا اللي بتعملوه ده، لو مش قد المسؤوليه ما تشلوهاش من الاول اصلا. ولكن ادام انا اتكلمت على حاجه زي كده، برضو في نقطه تانية كنت عايزه اوضحها او اتكلم عنها قبل ما اخلص، انه دور الايتام، بصوا على دور الايتام يا جماعه اللي جنبكم، الاطفال بصوا عليهم دلوقتي في الازمه اللي احنا فيها دي، وبسبب انه ما بقاش في ثقه ما بين المتبرعين وما بين دور الايتام، ودي حقيقه لازم نقولها، لانه في بعض الاوقات حصل بعض التجاوزات من بعض دور الايتام، ولكن ده مش معناه ان كل دور الايتام وحشه، وحتى لو في دار ايتام وحشه لازم اروح اشوفها عشان اعرف انها مش كويسه وابلغ، لان دلوقتي البلاغ بيجيب نتيجه. فزوروا الايتام يا جماعه، شوفوهم ناقصهم ايه، ناقصهم اكل، ناقصهم شرب، ناقصهم لبس، ناقصهم، شوفوا ناقصهم ايه، زوروهم ودوهم. اي حد جنبه دار ولا اتنين يروح يشوفهم يطمن على الايتام اللي هناك، اعملوها صدقه، صدقه لصحتكم في الايام اللي احنا فيها دلوقتي وفي الايام اللي احنا بنعديها دلوقتي. روحوا زوروا دور الايتام ودور المسنين وشوفوا الناس دي محتاجه ايه في الوضع اللي احنا فيه، دي الاسر اللي مع بعض ومدفين بعض عندهم مشاكل، ما بالكم دور الايتام ودور المسنين المشاكل اللي فيها ممكن يكون شكلها عامل ازاي، وادوهم وزوروهم وشوف ناقصهم ايه. طيب.